ترحم على الضحايا رحمهم الله الشهداء، لأن نتف الحريق يعتبر شهيد. استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء، كرينا 6 طائرات أخرى، وكانت موجودة في قمة دلع الحرائق، بالإضافة إلى تقوية العتاد بتاع الحماية المدنية 48 ساعة 72 ساعة في بعض الأماكن، وتغلبنا على النيران وصلنا احنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي لما ننتهي المحطات، نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. السكن ما يقدرش يتوقف، السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زادت قائمة، الجزائر زادت. وأين كنا وأين أصبحنا؟ اللقاء الإعلامي الدوري للرئيس الجزائري، تتابعونه سهرة اليوم في الأوقات التالية على قناة الجزائر الدولية.